حنا من جمله المعاناه اللي كنعانيو هو ان ما عندناش لحد الان ما كنتخلصوش بالسميك. كنخدموا اكثر من ساعات العمل، كنخدموا اكثر من 8 ساعات، كنديكلاراو 26 يوم في الشهر، ما عندناش الحق في الاعياد الوطنيه والدينيه. دابا حنا غير سالتين باش نكونوا واضحين، كنتخلصوا ب 2400 درهم، ما كاينش الخلاص اللي هو غادي يحفظ لنا الكرامه ديالنا ويخلينا نعيشوا بكرامه ونعيشوا بكل حريه. يعني مجموعه المطالب هي كنطالبوها دابا من الحكومه او من الجهات المعنيه، لا على مستوى المجلس الجهوي او المجلس العماله او مجلس الولايه، فاحنا حراس الامن الجهه كنعانيو من ضياع الحقوق، من بينها اللي هي ما كاينش الاجر المحدد في الحد الادنى وساعات العمل والعطل الدينيه والاعياد الوطنيه وكذلك الراحه الاسبوعيه. وبالنسبه للحقوق ديالنا اللي مهضومه بالنسبه من طرف الجماعه والمجلس والعمده، واحد 5% هضمه لينا، ما بقاش بغى صافي، وكنتناقشوا معاه عليها، ما بقاش كيتسوق ليها، ما بقاش كيديها فينا مره. وحنا جينا هنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا بهذيك 5%، وكنطالبوا بالعمال الجدد اللي هما حنا العمال النظافه مدينه طنجه، العمال الجدد ديالنا كنطالبوا بالحقوق ديالهم، الترسيم ما كيتمش الترسيم ديالهم على 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 شكل اللي هو موثوق من طرف الجماعه، وكيكون غير كونترا بالنسبه للولايه بالنسبه للمناوله. ودابا حنا كنطالبوا بالعمال الجدد ديالنا يكونوا بالترسيم ديالهم من طرف الجماعه، ما يكونوش غير بالكونترا وصافي. هذا هو المطالب الحقوق ديالنا اللي كنطالبوا بها حنايا. كأنني سائق مهني للتاكسي الاجره، ان هذا الوضع اللي عايشين فيه ما معدينا لا سينيسيس ولا حتى شي حاجه، والثمن هو الثمن، ما زادوا فيه ما والو. وش نقول لكم، والغلاء المعيشه حرام، حرام المعيشه غاليه بزاف. وتصور نسينا كانني انا التاكسي خصني نخلص مول التاكسي، نخلص المازوت، وهادشي هذا بزاف، والغلاء المعيشه بزاف غاليه. ودابا تصورتي لنا البصل 17 درهم، البطاطا 8 درهم، مطيشه 7 دراهم، ايوا حنا ما غنعيشوا وما غنكدا، بزاف المسائل وحرام. وهاد الحكومه هادي جات ما عملت حتى شي حاجه. السائق المهني كيعاني واحد المعاناه لا مثيل لها، عمرنا شفنا بحال هاد المعاناه اكثر من 30 سنه دمينا، مرة شفنا المعاناه اللي كنعانيو منها الان بسبب الغلاء الغازوال وبسبب الغلاء المعيشه. حتى المواطن ما بقاش عنده القدره باش يركب في التاكسي، المواطن خصو يركب في التاكسي، ما بقاش كيخليو له باش يركب في التاكسي، ما تكافيش مع بطاطا ومطيشه عاد ماشي يعني ضروري الانسان كيفكر 50 فرق 50 سنتيم اللي كان غيحرض المصروف، كيضطر يركب في الطوبيس ولا يركب في اي وسيله نقل اخرى. ومن هذا المنبر هذا كندوا بهذا الغلاء الفاحش وهذا المعاناه هذه اللي كيعانيوها جميع المغاربه. اليوم خرجنا كما كيعرف الجميع، فاتح ماي عنده صبغه فريده هذا العام، لان هذه 3 سنوات ما احتفلناش بفاتح ماي. اليوم خرجنا متقاعدين، نشطاء شباب، كل المنظومه ديالنا، باش نعبروا عن المطالب ديالنا. وكنقولها كفى من اجتماعات الفرق، وكنقول قبل كنا كنقولوا العامل في صمت يعاني، اليوم كنقولوها العامل يتوفى، لان اثقلنا القدره الشرائيه بالضرائب الجانب الصحي. فمن خلال المنبر ديالكم كنشكركم، لانك تواكبوا جميع التدورات ديالنا. هما اللي كنقولوا ما عملت والو، بالفعل ما عملت والو، حنا ما كنزايدوش، حنا الا عملت شي حاجه غنقولوا عملت، حنا هذه هي طريقه الاشتغال ديالنا. ولكن الا ما عملتش سنتصدى لها بنسائنا ورجالنا في خرجاتنا وفي اقوالنا، واللي بغات تعمل تعملوا، راه اصلا ما طلعش. فهذاك التصدير اللي هو مفرط، اصلا حنا ملي كنا اشتغلنا على المخطط الاخضر ودعمناه قالوا بانه غيرفعوا الانتاج، وبصح هما رفعوا الانتاج، ولكن رفعوه من اوروبا، رفعوه من افريقيا، رفعوه من الديور ديالهم، ولكن حنا ما وصلنا والو. فاصبح المخطط الاخضر مخططا اسود على المغاربه.
وحنايا كموظفي جماعات حاملي الشهادات الدبلومات التقنيه والاجازه والماستر والدكتوراه اللي يعني تقصينا من التسويه الوضعيه، وحنا جينا اليوم كنناضلوا وكنحتجوا باننا كنطالبوا بالتسويه الفوريه والشامله لجميع الموظفين الحاملي الشواهد وباثر رجعي اداري ومالي انطلاقا من الظهير الشريف 63 الذي يخول لنا التسويه المباشره كباقي الموظفين ديال جميع القطاعات. وكنطالبوا بالوزاره بان تتعامل معنا يعني بتعامل مع هذا الملف هذا بالطريقه اللي تعاملت بها مع الملفات الاخرين ديال القطاعات اخرى. المنظمه النقابيه التاريخيه التي تؤمن بفضيله الحوار الاجتماعي كاطار لتجنب الهزات الاجتماعيه ومدخل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقلاع الاقتصادي وفضاء رئيسي لتدقيق اليات كفيله بتنصيب اسس العداله الاجتماعيه قد انخرط بقوته الاقتراحيه بتراكم تجاربه على مدى 70 سنه وبكل جديه ومسؤوليه وروح وطنيه في جولات الحوار الاجتماعي التي توجت باتفاق 30/2023 مع الحكومه وأفراد العمل.